تشييع جثمان صلاح السعداني لمتوه الأخير وأحمد السعداني ينهار بالبكاء والنجوم يشيعونه. إليكم التفاصيل. أقيمت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان الكبير صلاح السعداني إلى متوه الأخير، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ورافق أحمد السعداني نعش جثمان والده استعدادا لأداء الصلاة عليه، حيث ظهر منهارا ولم يتمالك دموعه لحظة وداع والده. وحرص عدد كبير من النجوم على تشييع جثمان الراحل، حيث كان الفنان أحمد السقا والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة هنا دمهنا وزوجها أحمد خالد صالح، وأول الحاضرين لأداء صلاة الجنازة. كما حضر كل من أحمد حلمي ومنى زكي، غادة عادل، مدحت تيخة، هانا زاهد وغيرهم من النجوم. وكان نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي قد أعلن صباح اليوم وفاة الفنان الكبير صلاح السعداني عن عمر ناهز 81 سنة، ونشر عبر حسابه على الانستغرام صورة صلاح السعداني وكتب البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعداني. الفنان صلاح السعداني هو من مواليد 23 أكتوبر عام 1943، حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة، وهو شقيق الكاتب الصحفي محمود السعداني، وابتعد عن الأضواء منذ عام 2013، وفضل الاستمتاع بوقته مع أحفاده في هدوء بعيدا عن الإعلام. وكان آخر أعمال صلاح السعداني مسلسل القاصرات عام 2013 مع داليا البحيري وياسر جلال ولقاء سويدان وهيثم محمد وخالد محمود ومالك زاهر ومنى عرفة، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري ومن إخراج مجدي أبو عميرة.